ليه الزمالك النهارده كان في تباين واضح ما بين الشوط الاول والشوط الثاني؟ يعني عايز هاخد حاجه من كلامك الاول قبل ما نتكلم فنيا ونخوض بقى في التفاصيل وثلاثه واربعه والكلام ده كله. ايوه هاخد حاجه من كلامك يا كريم. انت في المقدمه اتكلمت عن حاجه جميله جدا عن الجون الرابع وان ده مكافاه للمسلوسي على اداؤه الرجولي والتزامه مع كتير مع الزمالك في الفترات ما بنسمعش كتير عن مشاكل. لا صح. بيلعب وبيأدي وفي الملعب بيحاول دايما يبقى اللاعب اللي بيثق فيه المدير الفني. صحيح. بس التوفيق مش بس نتيجة المشوار ككله. الكرة ساعتها كريم بتكون تحس ان هي انسان. ايوة. قاصد ان هو اللي يديها قوي تديله. والعكس. والعكس زي ما اتكلمنا في ماتش المقاولين على شوية الكعوب والحاجات اللي زي دي وكان العقاب. تعال نشوف لقطة بقى كريم جوه المباراة. ايوة. بتثبت اللي هو المسلوسي. ممكن الناس ما تاخدش بالها الناس يعني الاجوان كلها كذا اوباما شارك وهنتكلم عليه. بس في لقطه بتبين لك الحاجه اللي انت اتكلمت فيها. لقطه اللي هو المسلوسي. انا عايز ابص الكره دي يا كريم كانت على الزمالك. الزمالك على فكره بعد ما جاب الجون الثاني وسوريو اتدخل بتغيير سيف الجزيري الدنيا همدت شويه وبدات ارتا سولار يشارك وكذا. الكره دي كانت في منطقه جزاء الزمالك. عايزين نبص على التوقيت كل المشاهدين. الدقيقه 73 و18 ثانيه. الكره دي كانت عاليه. عمر جابر اشترك مع لعيب ارتا سولار. عمر انت عارف مش طويل ومش قوي قوي في الالتحامات رغم انه لعب مباراه كبيره. بص المسلوسي واقف فين؟ واقف بعيد. اللقطه اللي بعديها المسلوسي هيعمل ايه؟ نجيب بقى اللقطه اللي بعديها. المسلوسي حط دماغه في رجل لعيبه ارتا سولار. يا الله. اللي هو حط دماغه حرفيا وسط لعيبه ارتا سولار. عظيمه اللقطه دي يا خليفه. في الدقيقه كام؟ 73 20 ثانيه فعلا عرض وشه انه يبقى جوه اللعيبه. يعني في ساعات كتيره اما في لعيبه بتيجي تشوط الكوره الناس بتبعد. المسلوسي حط وشه هنا. 73 20 احنا بنتكلم. بص بقى جون دي الكوره اتاخدت فاول الحكم حسب له فاول بعد هو اللي التحق. جون الزمالك كان في الدقيقه 73 38 18 ثانيه اللي هي الكوره اتعدت. هوب اوباما عمل اللي هو في دقيقه حمزه المسلوسي اثمرت في النهايه انه الزمالك قدر يسجل الهدف الثالث. اهم هدف في المباراه. يعني اهم هدف في المباراه كان الهدف الاول. صح. اللي هو بعد نقل الزمالك ولو تاخد بالك ان الثاني جه بعديه على طول كان مساله وقت. الهدف الثالث كان مهم ليه؟ لان الزمالك كان همد. صح. بعد تغيير اسطوري بتاع سيف الجزيري ما بقاش يوصل كتير زي الاول. الهدف ده بدايته ان لعيب قرر ان هو ما يقفش يتفرج. احنا شفنا اللقطه في الاول واقف ورا وكاشش وكذا. لا ما كاشش راح حط دماغه وسط الالتحامات عشان الكره تكمل. فدي مكافاه الكره على طول. وعلى فكره اللقطات دي موجوده. ما في حتت ساعات زمان الناس تقول لك ايه هو كابتن حسام حسن بيسجل ازاي والتوفيق والكلام. انت لو تبص مثلا على اداء كابتن حسام وابراهيم مثلا كنموذج في الحته دي تلاقي دايما الحته دي اللي هو بيموت نفسه عشان الكره ما تطلعش قوي. فتلاقي الكره اللي ما طلعتش قوي دي كذا. وفي لقطات كتيره العبشافي كل اللعيبه اللي هي بتموت نفسها في الملعب. هي كفيته كفيته بالهدف الثالث دوت وكفيته بالهدف الرابع للزمالك بالهدف الثالث وكفيته بقى انه ياخد اللقطه بتاعت جون مهم جدا جدا للزمالك اللي هو اهله للدور القادم.